ميزانيه الجامعه الاسود كلها لا تتجاوز ال 200 مليون، لكن الجامعه تصرف حوالي 5 أو 6 اضعاف هذا المبلغ من موارد ذاتيه. الجامعه في استراتيجيتها انها بتحاول تتحول من جامعه من جامعات الجيل الثاني الى جامعات الجيل الثالث. اقصد جامعات الجيل الاول اللي هي بتهتم بالدراسه بس، جامعات الجيل الثاني بتهتم بالدراسه والبحث العلمي. احنا مش الجيل الثالث مش بتهتم بالبحث العلمي والنشر بس، لا بتهتم بتطبيق مخرجات البحث العلمي في خدمه المجتمع. ومن هنا كان كلمه الاستاذ دكتور صبحي شافي بالاهتمام بالابحاث البيانيه المشتركه مع الاقسام الاكلينيكيه. وفي سبيل ذلك احنا يعني الجامعه مدركه ان الابحاث كلها دلوقتي ابحاث بيانيه، ما بتعملش في قسم واحد ابحاث بيانيه. عشان كده تم تاسيس مركز البحث العلمي، وهو اكبر مركز في الجامعه المصريه اللي بيبنى حاليا، يمكن وصل تقريبا من خلص الدور الاول. ده مساحته 4000 يعني حوالي 30000 متر مربع مساحه المتاحه للابحاث. وده هيبقى تركيبه معاهد دراسات عليا للتخصصات البيانيه.